السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليمية في خبر صادر عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جاء فيه أن هناك إضراب وطني أيام الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من شهر أبريل إذا كما جاء في بيان التنسيقية فهناك إضراب وطني يوم اثنان وعشرون وثلاثة وعشرون واربعة وعشرون وخمسة وعشرون ابريل يعني اربعة ايام في شهر ابريل وايضا في شهر ماي هناك اسبوع من التاسع الى الرابع عشر ماي اذا اضراب وطني لمدة اسبوع من التاسع الى الرابع عشر من ماي واضراب وطني في شهر ابريل هناك اربعة ايام الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون في شهر ابريل وبالتوفيق للجميع ان شاء الله